تونسية للشحن والترصيف هي بالنظر إلى مجال التجارة البحرية وقانون المهن البحرية هي مقاول شحن وتفريق بالمواني البحرية التجارية التونسية، وبالنظر إلى مجلة المواني البحرية هي مستغل وصاحب لزمة وخاصة بميناء رادس، حيث تعتبر الشركة المستغل الوحيد لميناء رادس. كي يقول ميناء رادس يعني محط الحاويات والمجهولات بميناء رادس. كذلك تنشط الشركة بالمواني الداخلية من بنزرت، من سوسة، صفاقس، جابس وزرزيس، إلى جانب شركات إذا جانب مجمع مقاولي الشحن والتفريغ في كل ميناء. وتنشط الشركة كذلك بميناء حقلوات بالنسبة للبضائع كمقاول شحن وتفريغ ومؤتمن على البضائع داخل فضاءات الميناء. الشركة ابتداء من سنة 2011 شهدت صعوبات مالية وصعوبات في إسداء الخدمات وفي توفير جودة المطلوبة بالمواني التونسية وخاصة بميناء رادس. إذن من 2011 إلى بداية 2014 المؤشرات كانت كالآتي: تراجع في النشاط بميناء رادس، تحويل بعض الأنشطة إلى المواني الداخلية، اضطرار بعض مجهزي السفن بالنظر إلى الصعوبات اللي يعرفها ميناء رادس من انتظار مطول، من كلفة عبور، من عدم تحكم في الأجال. في نفس الوقت شهدت الشركة صعوبات أخرى من جراء انتدابات تمت من سنة 2011 إلى 2013، تقريبا ارتقت إلى عدد 600 عون، حيث مر الإفكتيف متاع الشركة من 1200 إلى 1800 اليوم 49 عون. الانتدابات هذه تمت طبعا تحت الضغوط الاجتماعية اللي شهدتها البلاد، ولم تأخذ في عين الاعتبار الحاجيات الفعلية للشركة من توزيع هذه الانتدابات حسب الحاجيات الفعلية وحسب مواقع العمل وكل المواني، وكذلك في العدد، حيث كان فما ان سور امبلوا ولا ان سور افكتيف كي تكري من جراء هذه الانتدابات. الانتدابات هذه كذلك تراجع النشاط، تراجع المداخيل، استقرار في بعض الأحيان، ولكن ارتفاع الأعباء وخاصة أعباء الأعوان، حيث من 2011 وإحنا جايين أعباء هذه قاعدة ترتفع بكيفية هامة وبلغت وتجاوزت 60% من نسبة مداخيل من رقم المعاملات الشركة. في نفس الوقت صعوبات في ميناء رادس، صعوبات هيكلية اللي عرفها ميناء رادس من قبل في تصميمه كميناء، صعوبات وفي التحكم في مردودية الأعوان، صعوبات في الصيانة، في صيانة المعدات وتوفير المعدات اللازمة لتسيير الميناء. كل هذه الصعوبات رجعت بنتائج سلبية على الموازنات المالية للشركة في سنة 2012 إلا 9 مليون دينار، في سنة 2013 إلا 14 مليون دينار. هذه الوضعية اللي بشكل سريع إذا ندخل في التفاصيل، طبعا برشا تفاصيل معناها يمكن يفتتكم بها. في إطار الفيدروت اللي خريطة الطريق اللي أعدتها وزارة النقل، بطبيعة الحال شركة تونسية للشحن والترصيف بعد تشخيص الوضعية، تشخيص تشاركي مع كل الأطراف الاجتماعية، مع الأعوان، مع الإطارات، شخصنا ما هي نقاط القوة، نقاط الضعف، ما هي الفرص المتاحة، وما هي التهديدات بشكل اون تيرم دو جيستيون، يعني لي مناس اون تيرم دو جيستيون. وبناء على هذا التشخيص أعدينا برنامج عمل، برنامج ان بلان داكسيون، ان بلان ايميديا، اي ان بلان اكوري اي موين تيرم. وفما برنامج ينجم يكون غدوة إن شاء الله على مستوى دونك بعيد. بالنسبة للمخطط اللي هو قريب وعاجل، هي إجراءات عاجلة بميناء رادس. البوان الأولاني هو الترفيع في جاهزية المعدات بنسبة 20% على الأقل. قمنا بالتسريع في اقتناء قطاع الغيار، كانت فما صعوبة في الاقتناءات تاع قطاع الغيار، وعدد كبير من المعدات كان واقف إيموبيليزي
ينتظر في اقتناءات تاع لي بيس دو روشانج. هذا تم. اثنين، تم ابرام عقود خدمات مع اهم المصنعين تاع الرافعات في جميع اصنافها، وهذا لتدارك النقص في بعض الاختصاصات ولدعم فرق الصيانة الموجودة والتابعة للشركة. ثلاثة، تم إعادة تنظيم مصالح الصيانة بمنارات، تم تخصيص وحدات لكل صنف من المعدات، une équipe de maintenance pour les grues, pour les cavaliers gerbeurs, pour les stackers, etc. et j'en passe. La liste est longue. تبقى فما اختصاص وفما متابعة أدق. وفي نفس الوقت أحدثنا وحدة تربط ما بين جميع الخدمات اللي تتطلبها كل هذه المعدات. ان بوان زاد معناها مهم هو إعادة تهيئة فضاء الورشة، لأنه اللي تعدى بجانب القنطرة قرب الميناء يلاحظ أن الورشة تقريبا هي الفضاء القريب للقنطرة، وكلكم لاحظتم ربما ديزيكيبمون ايموبيليزي، وضعيه غير سليمه للمسطحات، الفضاء غير مجهز وغير يعني با فونكسيونيل باش يكون عندنا ان نيفو دو مانتنونس معناها كما يلزم. ثم تعدينا الى تحسين مردوديه مناوله الحاويات، موضوع مهم كما اشار السيد الوزير قبيله. سفن تنتظر بمرسى الميناء المكشوفه لاراد، سفن تقعد في الاكي معناها دي بيريود طوال، الميناء معبي بالحاويات أما اكتظاظ، أصحاب الحاويات من موردين من كل المتعاملين من كذلك زادة مصدرين ينتظروا وما يعرفوش الأجال وقتاش يتحصلوا على الحاويات متاعهم، وفي نفس الوقت بأي كلفة. فركزنا على تحسين مردودية مناولة الحاويات، وخذينا التصميم تاع مينارات الأرصفة اللي هي مختصة في سفن الدحرجة، قلنا لازم تقعد السفن الدحرجة ويتم مناولة الحاويات بالسفن بالأرصفة اللي هي خير من غيرها ومؤهلة أحسن لمناولة الحاويات.